هذه اللحظة دي الحفلة الكريمة تمت انطلاقة الشوط الخامس والعشرون في سباق هذا اليوم. هذا الشوط الثالث لفئة البكار الصعوب من مسافة 1200 متر. هناك أسماء عديدة وأسماء مميزة في وشعارات في هذا الشوط. اللي في أول المراكز هذه شاهين للسيد محمد مبارك بن هاملة في أول المراكز، ثاني المراكز عدي الشامل السيد سعيد بن محمد بن قحيز في ثاني المراكز، ثالث المراكز عدي شراره السيد صالح بن سعيد الاسود مع شراره هي الحبل الكريم في ثالث المراكز، رابع المراكز شواهين السيد سالم بن حمد الادهم مع شواهين في رابع المراكز، خامس المراكز عدي بنت الشقب للسيد عبد الله بن سعيد الاسود في خامس المراكز. ولكن روح للشاهينيه، طارت الشاهينيه وطار بن هامله بالناموس والمركز الاول محمد بن مبارك بن هامله في هذه اللحظات في اول المراكز. ركز يا صالح ركز، هذا هو المركز الاول وهذه الشاهينيه حتى هذه اللحظات في اول المراكز للسيد محمد بن مبارك بن هامله في ثاني المراكز، واصل الشهامه للسيد سعيد بن محمد بن قحيز ثالث المراكز، شواهين للسيد سالم بن حمد الاتهم ولكن بن هامله مع الشاهينيه حتى هذه اللحظات في اول المراكز. هذه الشاهينيه للسيد محمد بن مبارك بن هامله المري في اول المراكز، ثاني المراكز هذه الشهامه للسيد سعيد بن محمد بن قحيز، وتسللت هذه اللحظات شواهين للسيد سالم بن حمد الاتهم مع شواهين في هذه اللحظات في ثاني المراكز، بتحاول ان تتسلل انتزاع المركز الاول ولكن من الجانب الايمن هذه الشاهينيه حتى هذه اللحظات للسيد محمد مبارك بن هامله المري في اول المراكز، ولكن تسللت من الجانب الدوني هذه الشاهينيه وتعود ملكيه الشاهينيه للسيد سالم بن حمد بن هامله، ولكن سالم بن حمد الاتهم ولكن الشاهينيه مع بن هامله نقول تهانينا والناموس. هذه الشاهينيه انتزعت المركز الاول اي الحبل الكريم للسيد محمد بن مبارك بن هامله في ثاني المراكز، وصلت هذه الشاهينيه للسيد حمد بن راشد المري وفي ثالث المراكز، وصلت الشهامه للسيد سعيد بن محمد اللي في ثاني المراكز، الشهامه للسيد سعيد بن محمد بن قحيز وفي ثالث المراكز الشاهينيه للسيد حمد بن راشد المري. التوقيت الزمن لهذا الشوط دقيقتين 23 ثانيه 84 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لجميع الاخوه الفائزين.